السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بمتابعين قناتي أطيب الوصفات مع نوفا، شرفتوني ونورتوني. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الفلافل اللي معمولة بالفول أو الطعمية، زي ما بتقول عليها فلافل طعمية. المهم هنعمل العجينة في البيت بطريقة سهلة، شايفين جمال العجينة، وكمان هوريكم طريقة التحمير واحنا بنقليها جميلة ازاي ومقرمشة وطعمها فعلا تحفة. ندخل على الطريقة. عندي هنا نص كيلو فول مدشوش، نقعته قبلها بيوم، يعني انا نقعته من بالليل والصبح بقى حطيته وفرمته واشتغلت فيه، قلت خلينا افطرهم بقى ايه فلافل الصبح. عندي هنا كرات اخضر وكمان للكزبرة خضرة، واربع حبات من التوم زي ما انتوا شايفين، وبصلة متوسطة الحجم وقطعتها قطعتها لنصين وبعدين ربعين. المهم هنا عندي الكبة او المفرمة اللي موجودة عندنا في البيت. هنا بضيف طبعا صفيت الفول من المية، هنا بضيف شوية من الفول، الكبة مش كبيرة مش هقدر احط الكمية كلها، فحطيت شوية من الفول وفرمته علشان يديني مسافة بس كده انزل الخضار اللي هو الكزبرة والكرات والثوم والبصل. طبعا ممكن تخلطي الخليط كله كامل مع بعضه وبعد كده تضيفيه واحدة واحدة تدريجيا، عادي ما فيش مشكلة. اي حاجة انت هتعمليها ان شاء الله هتطلع ناجحة معاكي وجميلة. هنا ضفت شوية من الكرات والكزبرة، الكزبرة طبعا بناخد الورق بس ما بناخدش العيدان. خدت كمان نص البصلة وكمان حبتين من الثوم. بعد كده بفرمه في الكبة وبطول شوية في الفرم علشان ينعم معايا الخليط، لانه انا يعني مش مطعم، والمفرمة الكبيرة بتاعت المطعم اللي بتفرم كويس دي مفرمة على قدنا كده في البيت، فلازم نديها وقتها عشان يتفرم كويس. عندي هنا مية، قلت بقى الكبة مش راضية تتحرك كويس ولا راضية تفرم، نضيف شوية مية. يعني قد ما محتاجة معاك الخليط، ممكن يكون الفول عندك فيه شوية من المية يبقى مش محتاج المية وانت يعني هو بتفرم، حسب ما انت شايفة الكبة عندك محتاجة مية سوائل علشان تتحرك ضيفي. انا تقريبا حطيت نص كوباية من المية على الخليط وهو بتفرم. هنا حاسة انه محتاج كمان شوية فرم، قلت ايه اعيد عليه تاني واطول وبراحتي خالص علشان نتيجة العجينة تطلع مظبوطة معي. فرمته على قد ما قدرت والخليط عندي ناعم وكويس جدا، شوفوا معايا هنا جميل جدا. بفضيه وبضيف باقي العجينة او الفول والخضار وبكمل ضرب على المفرمة لحد ما اوصل للنعومة اللي انا عايزاها. سهلة جدا جدا، يعني انت هتحطي بس شوية فول في طبق يعني تحطي عليه مية قبلها بيوم، وبعد كده الكزبرة والكرات والبصل والثوم هتحطيها عليه، وبعد كده تفرميهم في الخلاط او الكبة، وبكل سهولة هيطلع معاكي ولا اي تعب في اي حاجة. هنا خلطت الفول مع الخضار كله مرة واحدة بقى وحطيته فين في الكبة علشان افرمه كويس جدا. هنا يمكن تلاحظوا ان انا ما حطيتش اي بهارات ولا ملح ولا اي حاجة، لان ساعة التسوية انا هضيف كل الاضافات اللي انا عايزاها. زي ما قلت سيبيها وقت طويل وفرمي لحد ما تلاقي العجينة معاكي خلاص بقت كويسة وكله اتفرم كويس، يعني مفيش قطع من الفول ولا قطع من الخضار ولا اي حاجة. انا كده خلصت وحوريكو شكل العجينة الفلافل عاملة ازاي. بصراحة كنت مشتاقة جدا للفلافل اللي بالفول. هنا الفلافل اللي موجودة في المطاعم اللي هي بالحمص، فأنا بصراحة كنت نفسي في الفلافل بتاعتنا المصرية اللي بالفول. شايفين العجينة جميلة ازاي.
طبعا مش الكمية كلها هستعملها، طبعا هحط في كيس تفريز في الفريزر، ووقت ما احتاج بطلعها بكل سهولة. يعني انا طبعا هطلعها من الفريزر واسيبها تفك، وبعد كده بضيف البهارات والملح اللي انا عايزة اضيفها. حطي في الكيس على قد الكمية اللي انتي هتعمليها، ما تضيفيش مرة واحدة كمية كبيرة او تفضيهم كلهم في كيس مرة واحدة، وساعة ما تطلعي من الفريزر يفك وتستعملي هترجعي الباقي. بصراحة مش هيبقى لطيف جدا، يعني حطي على قد ما انتي محتاجة، وبعد كده حطي الكمية اللي انتي عايزاها، وبعد كده لما تطلعيها هتستعمليها كلها مرة واحدة، مش هتضطري ترجعي تاني بالفريزر. هنا الكمية دي انا عايزة اعملها دلوقتي قدامكم، دي كربونات الصوديوم، حطيت رشة صغيرة كده يعني ربع المعلقة الصغيرة او اقل كمان. دي كزبرة ناشفة، حطيت برضو كزبرة ناشفة، وعندي كمون وفلفل اسود، رشات كده بسيطة حسب ما انتي بتحبي. بصراحة انا مش هتقولك المقدار قد ايه، الملح كمان انتي بتتحكمي فيه حسب المقدار الكمية اللي انتي عاملاها. انا رشيت بس شوية من الملح عشان اشوف الطعم كويس محتاج كمان ولا لا، والبهارات زي ما قلت حسب ما انتي بتحبي. طبعا هنا العجينة جاهزة معايا، حطيت زيت على النار. شايفين العجينة سهلة في التشكيل ازاي؟ الله على الجمال، احلى مطعم ده ولا ايه؟ طبعا عندي سمسم هنا محمصاه وجميل جدا، حابة تعملي الفلافل بالسمسم حطي براحتك، بصراحة بتدي شكل جميل جدا وطعم كمان تحفة. نزلي في الزيت بقى لما يكون سخن معاكي كويس، وسيبيها بقى تتحمر براحتها، ما بتفكش وما شاء الله ماسكة بعضها وجميلة جدا. يمكن انتوا شايفين شكلها في الزيت عامل ازاي، حابة تحشيها براحتك، حابة تسيبيها سادة من غير سمسم ولا اي حاجة برضو براحتك، ده شيء يرجع لك. العجينة لينة جدا وجميلة في التشكيل. حابة تعملي مكان الكربونات كربونات الصوديوم، ممكن تحطي بيضة برضو هترفع معاكي العجينة وهتبقى جميلة جدا. يعني عندك الطريقة دي والطريقة التانية اللي هي بالبيض من غير الكربونات. ان شاء الله الطريقة دي هتعجبكم جدا، وان شاء الله اذا حابين اعمل لكم طريقة الفلافل بالحمص قولولي، وان شاء الله عايز اعمل معاكم باذن الله طريقة الحمص في البيت. واللي حابب طريقة الحمص يكتب لي في الكومنت انه اعمل لنا طريقة الحمص، ان شاء الله هعملها لكم. اي وصفة انتوا حابين اعملها احكولي في الكومنتات، وان شاء الله بعمل كل الوصفات اللي انتوا بتحبوها. بكل سهولة نقدر نعمل كل حاجة في البيت. بصراحة أنا كنت مشتاقة للفلافل اللي بالفول، وكنت محتاجة أني أدوقها. زي ما قلت المطعم هنا متوفر فيه الفلافل اللي بالحمص، ومش دايما بنشتريها بصراحة، بس بصراحة كنت مشتاقة لها، قلت أعملها في البيت وقدامكم تشوفوا الطريقة. طبعا الفلافل بعد ما بنشيلها من الزيت بنحطها في مصفى ونسيبها تتصفى من الزيت، وبعد كده بنقدمها بكل سهولة، طعمها تحفة تحفة تحفة. أتمنى الوصفة تكون نالت إعجابكم، وما تنسونوش بقى باللايك والاشتراك في القناة لو بتشوف القناة لأول مرة، وكومنت تشجيعي عن الوصفات اللي بعملها معاكم، إن عجبتكم ولا لأ. شايفين شكلها تحفة، قلت أدوقها بقى مش قادرة استنى. طعمها بصراحة جميل ومقرمشة ولذيذة جدا. ان شاء الله الفيديو يكون خفيف ولطيف كده على قلوبكم. شرفتوني حضركم الفيديو للنهاية، وباي باي.